السلام عليكم الاخوان، صافا كي دايرين؟ احوال طيبه ان شاء الله، كل شيء يكون بخير اخوان. موضوعنا هو على داك النصاب والشفار والكذاب والديوتي وبزاف الحوايج، لانه اول حاجه ديال ياسين تشاش، لانه اول حاجه ملي الانسان كيدوي مع مولي والداه بار فيديو وكيخسر الهضره وكيدوي من تحت الصمطه لتحت، ما تسناش منه الخير، لانه الخير ماشي ما داروش حتى في والديه عاد باش غيديروا في البراني. هذه نقطه. هاد السيد هذا ديال ياسين تشاش في ساو باولو اش كيدير؟ كيدير لايفات، هو حياته كامله غير لايفات، الصباح لايف وبالعشيه لايف. علاش؟ ما عنده ما يدار، راسو خاوي، دما خاوي، ما قاري، ما واعي، ما والو. كيقول شي كلمات اون فرونسي ولا شي حاجه، داكشي راه تلقائي ما كثرت السمع. قولوا ليه يكتب جمله مفيده باللغه العربيه الفصحى، والله لا كتبها صحيحه. المهم، هاد الانسان الاخوان معروف عليه بانه كيدير رزق عباد الله، وكيرسم فيها بانه هو الحاكم ديال ساو باولو، كيعرف مافيات قال لك، هو اللي كيبيع البلايص للناس، ما نعرف شنو ما نعرف شنو. المهم، هاد السيد انا تعرفت عليه عن طريق واحد السيد الله يعمرها دار، واحد الانسان تحطو على الجرح برا مغربي، ونتشرف بالمعرفه ديالو. انسان من غير ما نذكر الاسم ديالو، مي هاد الانسان هذا دار فيا واحد الخير. وكنت انا شغال في واحد المسجد في غوالوريوس كما قال هو في اللايف فعلا، وقال باني انا كنت، شوفوا التناقض وشوفوا الهبال، ها شوفوا ليستوار. وكنتمنى ان يكونوا الناس اللي غايشوفوا في هذا الفيديو يكونوا انتيليجون. واخا هاد السيد هذا قال لك سيدي انا كنت خدام في هذاك شنو اسمه المسجد، وهما دايرين كاميرات، واغلبيه ديال المساجد فيهم كاميرات من برا ومن الداخل. هذه حاجه، انه كانت واحد الصندوقه تما ديال المساعده، الناس كيحطوا فيها الفلوس. وقال لك سيدي انا ملي كنت ساكن تما، هذاك الصندوق ديال الفلوس ديال المساعده، انا كنت كنزل بالليل نحل الصندوق ولا ما عرفت نفرقع الصندوق على حسب هو داكشي اللي قال، وكنهز منه الفلوس كنخليها شي حاجه بالحساب. ها اللي كيشفر كيشفر بالحساب، يعني كنهز وكنخلي ليها واحد لاصوم ديما هي اللي كنخلي. اوكي، وقال لك السيدي شافوني في كاميرا وخلاوني نبقى نكمل السرقه ديالي. ها خلاوني نكمل السرقه ديالي حتى بما قلبوه هما على شي واحد يعوضني ويخدموه. راه لا يمكن، راه العقل والمنطق راه لا يقبل هاد الحكي هذا. واخا ما عليناش. السيد الاخوان اش قال؟ قال لك سيدي انا خونت داكشي، ومن بعد جراو عليا، يعني نورمالمون حاله سرقه غادي يتصلوا لك بالشرطه، زائد انه مسجد ديال من ديال اللبنانيين، والاغلبيه راه عنده فكره على اللبنانيين، راه تدي ليه ولده ما تديش ليه ريال واحد. واخا سيدي، هاد الاخ هذا اللي كان ساعدني الله يجازيه بالف خير، قال لي شوف عمدي، كاين واحد الصديق ديالي سميتو ياسين في أرمينيا، راه دويت معاه وخلصت ليه شهر ديال الكرا، لأنك إنسان أنا عرفتك وأنت إنسان ولد الناس وتستاهل الخير، لأنه هذاك الدري ماشي دمدومة، هذاك الدري مغربي وعايش هنا عنده سنين وعنده وليدات، الله يرزقه ذرية صالحة. وكون ما عرفنيش ولد الناس ما غاديش يتوسط ليا ويخلص ليا من جيبو من رزقو الفلوس. وانا قلت ليه خويا الا عندك اي شك فيا
سير اخويا للمسجد وانت راه عندك اتصالات ديالك وعندك حتى النمر ديال المسجد وسولهم هاد العبد هذا واش دار شي مشكل علاش خرج ولا غير لا سيتوياسيون اللي جات ديال كورونا ولي سالير ديال الناس كاملين ولاو تقال عليهم شويه والمسجد مابقى كيدخل حتى شي حاجه كان مسدود فهاد لا بيريود ديال كورونا. المهم فانا قلت ليه سول الا قاشيني جراو عليا لشي غلط او لشي مونك دو كونفيونس ولا شي حاجه بحال هكا اسيدي ما تبقاش تعرفني. قال لي حاشا ودي السي عمدي انا ملي صيفطني عند هاد الكيدار عند هاد الحيوان اش قال لي؟ قال لي سير عند هاد السيد راه غيتلقى ليك وغادي يدير معاك اللازم، سير شوف البيت هز حويجاتك وسكن تما. قلت له اوكي الله يجازيك بخير. اتصلت بهاد ياسين تشاش، شوف اللقب ياسين تشاش باش تعرفوا باقي صغير في عقليته في دماغه وتخسر الهضره لعلك ترضى في اليوتيوب في اللايفات ديالو لانه اصلا ما كبرش هو في الاحترام ومشي ولد الناس، حيت كون كان ولد الناس ما يخسرش الهضره. المهم ما عليناش وسمحوا لي الا انفعلت تقدر تخرج لي شي كلمه من فمي وما غاديش نشعر بها لانه سب لي امي بزاف وحاشا امي شريفه على امه وعلى عائلته كامله وعليه حتى هو باش يسبها لي بهذاك الكلام. وكون كان راجل وذكر ديال بصح ملي يرجع ساو باولو يتصل بي.